السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى. أخواني الأعزاء، الناس تبحث عن أداة أو مواقع للجوء، والكثير من الدول سهلت هذا الأمر بفتح بعض المواقع الأنترنت لمساعدة الناس على فهم معنى اللجوء، وأيضا مساعدتهم على التقديم بدون أن يحتكوا ببعض الميم هاء حتى يسهلون أمرهم بدون أي دفع أموال. إذن إحنا اليوم على موقع الحكومة الإسترالية لطلب اللجوء، وأيضا خصصت أكثر من فقرة لطالبين اللجوء اللي كانوا ببلدهم واللي كانوا خارج البلد، والكثير من الشروط الميسرة التي يعني وضعتها الحكومة الإسترالية في هذا الموقع. إذن خلونا نحول للغة العربية حتى نفتهم شنو معنى هذا الكلام. لو تشوفون هنا أخواني الأعزاء، الهجرة والمواطنة وهذا الموقع الاسترالي الحكومي ما حد يقدر يزاود عليه، برنامج اللاجئين والإنسانية يعني التأشيرة الإنسانية، تأشيرات اللاجئين خارج البلاد. أخوان ركزوا معايا وفهموا الموضوع، حتى الأولوية وكيف معالجة هذه الطلبات معطيكم إياها، فهميكم إياها يعني دقة دقة أو خطوة خطوة. يقول لك اسمع، لكي تكون مؤهلا للحصول على تأشيرة اللاجئين يجب عليك، يعني أنت إذا تريد هذه التأشيرة لازم تكون من أحد هذه الأسباب. أولا أن تكون خارج استراليا، خارج البلاد يعني بطبيعة الحال أنت خارج استراليا. اثنين، أن تكون عرضة للاضطهاد في بلدك الأصلي. يعني شنو؟ يعني إثباتات إخواني اللي دا نتكلم عليها، تقارير شرطة، اطلاق سراح، تقارير مستشفى انك مضطهد من قبل اهلك. شلون؟ يعني مثلا ضربك ابوك او امك ورحت عملت عليه محضر شرطة، وبعدين الشرطة حولوك على المستشفى، وبعدين المستشفى اعطت تقرير للشرطة. هذه كلها تصير محضر انت تقدر تاخذه وتقدمه لانك معرض للاضطهاد. اثنين، تلبية معايير الاسباب المقنعة. شنو هي تلبية؟ يعني هي الوثائق اللي حكينا عنها، تلبية متطلبات الصحة والشخصية والأمن الوطني. يعني أنت تكون بصحة يعني بخير، يعني مو بيك أمراض معدية ورايح تقدم حتى تسافر تعديهم هناك بأستراليا، لا، الورقة الصحية ضرورية أنه تكشف على دكتور قبل لا تسافر، وأيضا تكون صفحتك الأمنية يعني جيدة. طيب، هنا يمكنك التقديم بطلب الحصول على واحدة من 4 فئات فرعية لتأشيرات اللاجئين. إذن الأمر راح يتسهل بعد أكثر. اسمع أخواني، هذه الفئة اللي هي يسموها 200 للأشخاص الذين أحالتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أستراليا لإعادة توطينهم. إذن نقدر نضغط على هذه الفئة، راح يوديك إلى موقع آخر حتى تشوف الشروط. اثنين، للأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في بلادهم ولم يتمكنوا من المغادرة. يعني أنت الآن لو بسوريا، لو بالعراق أو باليمن، المناطق اللي بيها مشاكل وبعدك في بلدك ولم تستطيع المغادرة، هذه المساعدات الإنسانية الخاصة داخل البلاد، الفئة الفرعية 201 هذه يسموها. طيب، هنا شي يقول للأشخاص الذين حالتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أستراليا لأنهم في خطر وشيك، هذه هي الإنقاذ في حالة الطوارئ. الآن وصلنا إلى النساء، النساء اللاتي لا يتمتعن بحماية شريك أو قريب وتعرضن لخطر الوقوع ضحية. تضغطين هنا راح تشوفين كل ما هو خطوات تمشيها خطوة خطوة حتى تقدمين على هذه التأشيرة. إخوان شي يقول هنا، تحتوي صفحات التأشيرة على معلومات حول كيفية القيام الحكومة الإسترالية بمساعدتك. شنو يعني؟ يعني هذا الموقع من يمكنه مساعدتك في طلبك. أخوان شوفوا لاحظوا، يقول هنا وكيل هجرة مسجل أو ممارس قانوني أو شخص معفي. وكيل الهجرة تضغط عليه راح يودينا إلى وكيل هجرة. ممارس قانوني هو مثل المكتب استشاري. شخص معفي، هذا الشخص المعفي إخواني هذا يكون مواطن داخل استراليا حتى يقدم لك تعهد أو يقدم لك يكفلك، يعني يكفلك. طيب،
الآن شو يقول؟ أنت ممكن تسأل يقول زين من يعالج الطلبات ومن الأولوية؟ هنا شو يقول لك؟ معالجة الأولوية. نحن نعطي الأولوية للمتقدمين الأكثر ضعفا، ويشمل ذلك المتقدمين من اليو إن. أخواني أنا قلت لكم سابقا أرمينيا لما أعطت لجوء للعراقيين ومشت هذه البنت إلى كندا كان ملفها نار سخن، وأيضا قدمت إثباتات على اضطهادها وكل هذه الأمور، ولهذا كان ملفها مشى بسرعة، وخلال 6 أشهر هي سافرت إلى كندا. تم تصنيفه كلاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعني الناس اللي في أرمينيا ومثلا في أوغندا مثل ما قلنا مقدمين على اليو إن وحاصلين على كلمة لاجئ الفوسفورة، هذه تعطيك الأولوية بمعالجة ملفك. 2، تمت إحالته إلى استراليا لإعادة التوطين. مقترح من أحد أفراد الأسرة المباشرين على سبيل المثال الزوجات والأطفال القصر الذين يحملون تأشيرة فئة اللاجئين، الفئة الفرعية 200 201 203 204 الناس المعفيين، هذا هو النقطة الخاصة بكم. مثل ما تشوف هنا شي يقول بسبب العدد المحدود من أماكن إعادة التوطين المتاح لكل عام والطلب الكبير عليه، فإننا نقبل المتقدمين في الظروف الأكثر إلحاحا فقط، يعني الملفاتهم سخنة. وانضم مرة أخرى إلى عائلة، طبعا هذا الضم العائلة هنا تقدر أيضا تأخذ فئة التأشيرة اللي هي يسموها 842، هذا طبعا الأبليكيشن الخاص مالتهم الآن فتح. لاحظ أخواني الأعزاء، هذا تمليها أنت وبعدين تقدم على هذه التأشيرة. لاحظ هذه كل هذا الابليكيشن، هذا لازم كله تمليه لهذا الابليكيشن أخواني الأعزاء تشوفون. الآن شو يقول؟ سيحتاج مقدم الطلب إلى استكمال نموذج 681 لطلب اللجوء والمساعدات الإنسانية الخاصة، يعني بدون الرجوع إلى الأمم المتحدة. طبعا تضغط هنا ايضا ضغطة واحدة حتى تقدر تحمل هذا المستند. شوفون اخواني الاعزاء كل شيء حاطي لكم، ولكن اذا انت ما تريد تملى هذا الشيء وما تريد تتعب لن تسافر. مو جايب لك راح ادخلك كندا باسبوع اسبوعين او استراليا، لا عزيزي، لازم تتعب، لازم تروح الى وكيل، لازم تروح الى مكتب متخصص حتى يملي لك هذا الابليكيشن الخاص. ومثل ما قلت لكم هذه هو القوانين، تأشيرات اللاجئين خارج البلاد، انت اذا تمشي بهذا القانون راح تحصل، ما تمشي والله ما تحصل ولا تسافر. لو هنا تجي على هجرة مسجل يعني على وكيل راح ياخذك الى الوكلاء المسجلين. وش يقول هنا اخواني الاعزاء؟ هنا لازم انت تختار الوكيل المسجل الرسمي، يعني اذا كان عندك احد باستراليا هناك بعد افضل، راح تتم الامور كلها تمشي على خير. هذا كل الامر انت تدخل عليه. شوف انت لا تعتمد على ناصر او تعتمد على فلان، انت ادخل وتعرف بالعربي، انا راح احط لك كل الروابط في صندوق الوصف او في اول تعليق، انت تدخل وتقرا وعلى كيفك وتنزل الابليكيشن الخاص وتمشي تملاه وتقدم. اما غير هذا الموضوع اخواني والله لن تستطيع السفر. لازم انت تفهم شنو معنى لاجئ الفئه الفرعيه. هنا يقول للاشخاص الذين في ما زالوا يعيشون في بلادهم، حتى انت اللي في بلدك ممكن تقدم على هذه التاشيره، تضغط عليها ضغطه واحده وتفهم شو يقول هنا. هنا طبعا هنا راح نشوف البقاء في استراليا مع هذه التأشيرة، البقاء في استراليا بشكل دائم، العمل والدراسة في استراليا، اقتراح أفراد الأسرة الحصول على الإقامة الدائمة، يعني إذا كان عندك هناك سواء عندك قريب أو ما عندك قريب أنت بهذه التأشيرة تستطيع البقاء في استراليا بشكل دائم. إذن إخواني الأعزاء هذا الأمر طبعا حول التأشيرة جدارة خطوة بخطوة، حتى هنا كاتبي لك خطوة بخطوة، كل شيء قبل التقديم بعد التقديم، جمع المستندات الخاصة بك، التقديم بطلب الحصول على التأشيرة، بعد التقديم نتيجة التأشيرة، طبعا كل هذه تقدر أنت تدخل وتشوف. أما أنا إذا أشرح لك إياها فالأمر طويل جدا، أو تحتاج إلى مكتب سياحي يقدر يملى لك الأبليكيشن حتى يقدم لك. ف
فأخواني، تريد تتعب تحصل، ما تريد تتعب والله لن تستطيع السفر أبدا. تشوفون استراليا تتشرط، كندا تتشرط، أمريكا تتشرط، دول ماكو دولة سهلة يقول لك تعال ادخل أنت، كان الناس كلها دخلت. تشوفون الآن يركضون على أمريكا ركض، وأمريكا تطرد بيهم. فالأمر معقد للغاية وتحتاج إلى العمل. أخواني الأعزاء، تقبلوا مروري تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.